أجمل أيام اللي هنعيشها اليوم أنا وفريق العمل. أكيد تجربة سيدي هذه المرة هتكون في وينتر وندرلاند، عشان كده تعالوا معانا خلونا نشوف إيش الألعاب المميزة اللي هنلعبها. أول تجربة رعب حية راح أقوم بها الآن، سكيب هوتيل ورايا. باين إني خايفة صح؟ هذا واحنا لسه ما دخلنا الغرف، تعالوا ندخل الغرف. انت حقيقي؟ لو سمحت I need room please. لو طيحتي مفتاحك هيروح حظك. حظي على مفتاحك كويس. فندق جو نفس سكيب روم العادية ولكن بشكل مرعب. حاعطيكم ثلاث تعليمات ما راح اكررها، جميع اغراضكم الشخصية تحطها في اللوكرز اللي قدامكم خصوصا الجوالات. لو في اي جوال داخل غرفة المغامرة حتوقف بدون اي سابق انذار. حيكون عندكم ثلاث مساعدات فقط. لا حد يدري انكم في الغرفة رقم 19 وخصوصا الفرسان صاحب اللحية السوداء، وتطلعون قبل ما يرجع القرصان، وهذا شيء غير متوقع. قدامكم 60 دقيقة بس. تدخلون الغرفة وتحلون الألغاز وتحررون السجين. مشاهدين احنا ندخل نحرر السجين عشان نجري من الأوتيل ده. مشاهدينا فكرة الأوتيل انك تحل الغاز قد ما تقدر عشان تقدر تنجو بحياتك. بعد اسكيب روم يا جماعة قلنا لازم نهدي أعصابنا شوية، فقررنا إنه في سنو بارك بطريق، تعالوا نهدي أعصابنا شوي. عموما إنها أجواء شتوية وتناسب كمان البرد اللي إحنا فيه. تخيلوا يا جماعة إنه مو بس شتاء، كمان في الرياض في بطريق. أنا مو قادر أصدق، عشان كده لازم أشوف بنفسي، تعالوا معاي. البطريق مو كأنه دجاج ولا كأنه بطة، كأنه سمك كرائحة مملس. سبحان الله. غريبة جدا، تلعب تنس او بينج بونج بالقدم او بالركبة او بالكتف. تعالوا شوفوا الشباب كيف بيلعبوا. فكرة اللعبة شوية غريبة، يعني جديدة على الاشخاص اللي يحبوا يلعبوا كرة قدم. راح اسأل الشباب كيف كانوا بيلعبوا، لانه وقف بسبب خطأ واحد سواه هو مسك الكرة بيده. خلونا نسألهم. يعطيكم العافية شباب، ايش فكرة اللعبة وايش القوانين وليه وقفتوا اللعبة لما مسك الكرة بيده؟ والله كرة الطائرة بس بالقدم، و لأنه مسك الكرة لأنه عليه فاول، طلع فاول سكت في الشبك. يصير فاول إذا مسك الكرة بيده. قاعدين تلعبوا كرة طائرة بالقدم. طب ايش رأيكم في النوع الجديد والمختلف من الألعاب زي كذا؟ مرة حلوة والله. حلوة والله حلوة. وبكذا مشاهدينا احنا خلصنا يومنا في وينتر وندرلاند، فعلا استمتعنا واتمنى تكونوا انتم كمان استمتعتوا قد ما احنا استمتعنا. بس اهم حاجه لازم تجوا وتزوروا المكان. هذه كانت تجربتنا اليوم، اكيد في تجارب ثانيه احلى واكبر باذن الله.